بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة من منتجات نحل ومكملات غذائية وأعشاب طبية وعادات صحية وأمراض مختلفة. أهلا بكم، ونكمل في هذه الحلقة ما ذكرناه سابقا من منتجات النحل، وقلنا أن النحلة هي صيدلانية طائرة، وبدون النحل تصعب الحياة وتصعب خروج الثمار والخيرات الكثيرة التي نراها بين أيدينا من غذاء ودواء وغيرها. فالنحلة هي مملكة، مملكة النحل، نزلت سورة في كتاب الله باسم النحل لعظم هذه المملكة وعظم خيراتها وفوائدها للإنسان. ذكرنا سابقا عن منتجات النحل من غذاء ملكات وعسل وحبوب لقاح وبروبوليس عكبر النحل، واليوم نتحدث عن لسع النحل، لسعة النحلة. عادة لسعة النحل الناس بيخاف منها، بيخافوا، يقول لك تلسعني نحلة يا لطيف. فنقول لسع النحل، سم النحل، فيه فوائد جمة. طبعا أصل القضية، أصل اللسع ما هو؟ لماذا تلسع النحلة؟ أكيد بتلسع دفاعا عن الخلية، لو دخل عدو على الخلية سواء دبور ولا فار ولا اللي هو ولا حتى مخلوق كبير اقترب على خلية النحل ليأكل العسل الذي فيها، النحل يهاجمه، هذا حق مشروع للدفاع عن النفس. فالنحلة لها سم، واللي بلسع عادة هي النحلات الشغالات، النحلة الأنثى. ملكة النحل ممكن أن تلسع، لكن غالبا بتلسع ماذا؟ بتلسع نظيراتها الملكات اللي بدهم ينافسوها على إمارة الخلية، بتلسعهم، بتقتلهم قبل ما يكبروا. أما الذكور فلا يلسعون، ما بلسعوا ذكور النحل، هدفهم تلقيح الملكة فقط. أما النحلات الشغالات والحارسات وإلى آخره، عالم النحل كبير، هذول هم اللي بلسعوا العدو. الآن لاحظوا الآن على الشاشة كيف أنه يمكن استخدام لسع النحل في العلاج. لاحظوا الآن هذه نحلة لسعت شخص في جلده، وطبعا لاحظوا كيف الآن النحلة تلسع، لأنها الآن نحلة ممسوكة بالملقط فتستثار، استثارتها بتخليها تلسع لأنه بتعتبر حالها في حالة حرب ودفاع عن النفس. لاحظوا أن الزبانة، زبانة النحلة بتدخل في الجلد، وهي الزبانة هي عبارة عن كيس فيه سم النحل اللي هو بسموه أبي توكسن سم النحل. وهذا سم النحل فيه مواد فعالة كثيرة جدا، تعد يعني على الأقل 40 مادة فعالة، الآن سنتحدث عنها بعد قليل وفوائدها الهائلة. لكن هذه الصور تبين كيف أنه الزبانة بتدخل في الجلد وبصير تنقبض انقباضات مختلفة ومتتالية عشان تنزل كمية أكبر من السم. في أول ثانية ممكن ينزل حوالي ربع إلى ثلث سم النحل الموجود في الكيس مرة واحدة، ثم مع الانقباضات المتتالية لهذا الكيس، لهذه الزبانة، تكتمل عملية نزول السم في الجلد. طبعا من الخطأ انه نزيل هذه الزبانة بالملقط، لانه الملقط لما تمسك الزبانة، ما انت بتعصر الزبانة عصر في الجلد،
فالأفضل وضع شاش إذا واحد بده يعالج طبعاً، من وضع شاش ثم نلسع النحلة فوق الشاش، والشاشة بنستطيع نشيلها مع الزبانية بدون ما نعصر المزيد من سم النحل. سم النحل طبعاً بعطي تفاعل رياكشن على الجلد اللي هو على شكل احمرار بقعة حمراء بصير في الجلد، وهذه نتيجة طبيعية لدخول مادة خارجية غريبة أجنبية عن الجسم. نعم، فهذه الإحمرار بيكون بسيط وخفيف، وطبعا في بدايتها اللسعة مؤلمة والإنسان مش متعود عليها، فعلا يعني بيشعر بأثر اللسعة ودخول الزبانة الحادة جدا في الجلد. الآن إذا الإنسان بتعالج بلسع النحل لفترة طويلة بصير ما يهمه، بتعود عليها، بتعود عادي، وبصير بالعكس مبسوط على لسع النحل لأنه بعطيه نتائج مريحة، مزيل للآلام والأوجاع، وفي تحسن في الأمراض التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. نقول إذا لسعت النحل إنسان عادة في غالب الناس، في غالب الناس بصير في احمرار بسيط، هذا عادي. الآن في بعض الناس لا، جلدهم حساس أكثر، فممكن يصير بقعة مكان اللسعة بقعة كبيرة مثل القرش أو البريزة حمراء، برضو هذا الشيء ممكن يحصل ولا يؤذي، هو غير مؤذي لكنه مزعج. في ناس قلة بجزء من واحد من 10,000 عنده حساسية لسم النحل، يعني جسمه بتورم فورا، عينيه بتتنفخ، شفايفه بتتنفخ، نفسه بضيق إلى آخره. هذا لازم يكون طبعا عندنا مادة الإبنفرين أو الكورتيزون أو غيرها من المواد التي توقف هذا التفاعل التحسسي. معنا اتصال، هبة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش بس صوتك واطي يا دكتور. نعم، الصوت واطي، الصوت واطي. صوتك واطي كثير، يا ريتك تحكي من التلفون، تسمعينا من التلفون أحسن. أنا عندي سؤال. هيك زي بالصوت برضو؟ والله الصوت ماني سامعك مزبوط، عيدي كمان أشوف مرة ثانية. ألو. أيوة هيك أحسن. بس انا عندي سؤال. تفضلي. انا والدتي ما حسد عضل باسفل القدم. شد عضل؟ ايوه باسفل القدم. اسفل القدم. فراحت على دكتور فعملوها صوره وحقوا لها انه شد عضل، فاعطوها ادويه بس ما استفادت عليها يعني، واعطوها كمان كريم بس ما استفادت بالمره يعني. طيب تحت القدم من تحت؟ لا من فوق. من فوق القدم؟ من فوق، من ظهر القدم. طيب واخذت ادويه بدون فائده؟ بدون فائده. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. معنا سؤال اخر. الو. جميل. الو. زياد تفضل يا اخ زياد. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا دكتور، حياك الله يا اخي. ترى عشان ما زي مره قلت لك في زراج بعيني، مكتوب لي بالتقرير طب الزراج بعينيه في البياض، يعني في لون ازرق. زرق في بالبياض لون ازرق ولا في العينتين في زرق؟ مين اللي قال لك في زرق؟ سويت عليه المدير. معناته ضغط العين مرتفع عندك. زرق العين زرق، بسموها المي، بسموها المي الزرقاء. لا مش مي زرقاء، زرق ولا زرق لون ازرق، لون ازرق مكان البياض. عجيبة والله هذه. حنوم يعني زي الاعصار بكون بالزمانيه. طب ايش قالوا لك الدكاتره؟ والله حسيت له ضعف سمعي وضعف. طب جالك ضربه على العين او شيء من هذا القبيل؟ يعني ضغط او شيء، كنت سوى عمليه ضغط. ايوه عندك ضغط. طب النظر؟ كان ضغط عندي بالعين او شيء، كان ضغط عالي. ايوه وبعدين؟ كان ضغط العين عالي. وبعدين صار معي زفيف. اخذت قطرات خاصه بهذا الموضوع؟ اخذت نوع دواء يا دكتور، ما خليت شيء. الله يعافيك. طب في وجع في العين؟ والله لما اصحى من النوم يعني زي الفوار قلت انا، زي مش عارف شو. الله يعينك. طيب الزراق مبين ازرق، ازرق اللون قلت معي ازرق ازرق. طيب طيب اعطيك نصيحه ان شاء الله. الله
يبارك فيك. حياك الله، اهلا وسهلا. طيب بالنسبه لسؤال الاخت هبه، بتقول في شد عضل في ظهر او في ظهر قدم الوالده. نقول الان احنا يعني في لسع النحل، احد استخدامات لسع النحل الرائعه هي للالام العضليه والمفصليه وتمزق الاربطه. كثير من الناس بصير عنده وجع شد عضل او تمزق اربطه، وخاصه تمزق الاربطه عنيد ومؤلم وفترة يجلس فترات طويلة ممكن سنوات، وفي أطباء بيحطوا إبر كورتيزون في منطقة الألم على الفاضي، ممكن الناس تعطي مسكنات كريمات موضعية كذا برضو ما بتعطي نتيجة أو بتعطي نتيجة مؤقتة. لسعة النحل رائعة لهذا الغرض ومن أفضل العلاجات على وجه الأرض في رأيي للشد العضلي وتمزق الأربطة والعضلات. فعليك يا هبة بإرشاد أمك للسع النحل. لسع النحل نعم إن شاء الله. وطبعا في وسائل أخرى زي ما حكينا، لبخات أشياء أخرى، لكن أنصح بلسعة النحل فهو الأفضل إن شاء الله. معنا اتصال. علي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الأخ عبد الله هذا من عجلون. أهلا وسهلا. الله يحييك. انا عبد الله السواعي دكتور من محافظه عجلون، ومن عايد عليك معروف. على كل العاملين وعلى الدكتور علاء بردان ابو مجاهد وعلى كل العاملين في قناه اليرموك المتابعه. الله يسلمك. هي احنا بدنا نحكي عن سم النحل بناء على طلبك. ها والله انا شفت الحلقه، بالنسبه ل يعني احنا بنحييك اليوم على طرح الموضوع حقيقه، وبالنسبه لسعه النحل، وبالتالي احنا دائما بنحييك على جهودك وعلى كل اللي يرضى عليك. يعني دائما انت من لا يعني من الاطباء المعروفين في كل العالم العربي دكتور. يا سيدي الله يكرمك. حقيقة يعني بتسأل بالنسبه كمان يعني حتى عن لسعة النحل، في سؤال بالنسبه لاستخدام العسل معلقه الصبح، في ناس يستخدموها، عن فوائدها، فوائد العسل، الشفاء، يعني الشفاء اللي بيتم عن طريق العسل في جميع الجوانب، يعني اللي بهم طيب. بهم الانسان او بهم الشخص البني ادم، يعني الشفاء يعني عندما يكون هناك امراض وبكون شفائها عن طريق انه فيكون يجب ان يكون هناك استخدام عسل دكتور. ان شاء الله. بنحييك يا سيدي. الله يجزيك الخير. بوركت. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اشكرك اشكرك اخ عبد الله. معنا اخ مين؟ علي. تفضل اخ علي. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا اخي. دكتور بدي اغلبك بالنسبه لفرط نشاط الغده الدرقيه. نعم. طرح عليك الموضوع اكثر مره وتعرضت له سابقا الله يجزيك خير، بس عولج يعني عولج بالكاربيميزول لمده سنه وتحسن المريض، لكن بعد سنه من توقف العلاج رجعت الغده فيها فرط هايبر ثايرويدزم، فيها نشاط. فما بدري شو تنصح فيها، شو في ظل شيء في الطب البديل يعني ممكن ينعمل؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله. طيب الان نرجع معانا سؤال اسماعيل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا دكتور. هلا هلا يا مرحب دكتور. بدي اسال شو الفرق بين لسعه النحله ولسعه الدبور؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. حياك الله. نقول بالنسبة للأخ زياد، إنه واضح يا أخ زياد، ولو إنه الصوت عندك يعني ما كانش واضح بصراحة كثير، لكن اللي فهمته إنه كان عندك ضغط عين وتعالجت له وصار عندك لون كأنه زراق في العين. أقول إنه ارتفاع ضغط العين، طبعا ضغط العين الطبيعي بين 10 12 13 14، لكن لما يصير فوق 18 20 24 الى اخره بصير في ضغط في العين. الضغط هذا مؤلم ومتعب وبصير ياثر على النظر، وبسموها المي الزرقاء، وفي ناس بسموها المي السوداء الى اخره. المهم فيبدو انه زياده الضغط الطويل لفترات طويله اثر على لون البياض عندك. هذا والله اعلم، هذا الارجح في التحليل، يعني ما في سبب اخر واضح امامنا الا هذه الطريقه. وإما أن الأدوية اللي استخدمتها فترات طويلة قد يكون لها دور أيضا، ولو أنه دور استثنائي ليس شائع. على كل حال إذا أمورك الآن مستقرة
ويعني عولجت والوضع استقر فبها ونعمة إن شاء الله. أما إذا لازالت الأمور بين كر وفر وتعبان من الموضوع حقيقة هذه لها أشياء طرق يعني تخصصية في الأعشاب، فأنصحك بمراجعة أو الاتصال بي لاحقا إن شاء الله. بالنسبة لمداخلة الأخ عبد الله من عجلون، شكرا يا أخ عبد الله على مشاعرك الطيبة، الله يبارك فيك. ونقول إنه استخدام العسل ملعقة على الريق يوميا مع كاسة مي لا شك إنه منعشة للجسم كثيرا، وممكن إذا أضفنا مع العسل شيء من الليمون أيضا يعتبر رائع، بصير شبيه الليموناضة، فهو منشط للجسم، طارد للسموم، مقوي للمناعة، واقي من السرطان بإذن الله تعالى، بعطي طاقة وحيوية ونشاط إلى آخره. وبحسب العسل ونوعيته اللي بيستخدمها الإنسان بتكون لا شك في فوائد إضافية. بارك الله فيك يا أخ عبد الله. بالنسبة لسؤال أخ علي، نشاط الغدة الدرقية عولج ثم عادت إلى النشاط مرة أخرى. غالبا نشاط فرط نشاط الغدة الدرقية بيكون غالبا تفاعل مناعي، يعني مرض مناعي هيج وزاد إفرازات الغدة الدرقية. حقيقة غذاء ملكات النحل رائع بالنسبة لهذا الموضوع، رائع. وكذلك عشبة الشعير الخضراء برضو رائعة، لكن على الإنسان أن يستخدمها فترة طويلة حتى يحصل على نتائج جيدة إن شاء الله، وفي الغالب بتكون نتائج ثابتة، يعني بيحصل تحسن خلص ننتهي من هذا الموضوع. بالنسبة لسؤال الأخ إسماعيل، شو الفرق بين لسعة النحل ولسعة الدبور؟ طبعا في فروق. خليني أقول أنه لسعة النحل علاجية تستخدم في العلاج، وليس في زماننا هذا، منذ زمن طويل استخدمت لسعات النحل في العلاج، لأن النحل كما قلنا كل ما فيها خير، واللفظ الذي جاء في كتاب الله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، كأن الشراب هذا كل ما يخرج من النحلة، في بعض العلماء قالوا كل ما يخرج من النحلة فيه شفاء ومن ضمنها سم النحل. معنا اتصال، تفضل أم جعفر، تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة كل الله. كل عام وأنت بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك دكتور. لو سمحت بدي أسألك، أنا عندي شغلة، بعاني من شغلة إنه بس أصحى من النوم بوقت من الليل أو حتى وقت الصبح، باطن القدم عندي بيكون كتير بيوجعني، يعني بطريقة بقدرش أحط رجلي على الأرض، يعني إلا يعني بعد فترة هيك إنه بدعس شوي بوجعني، بعدين برد أدعس لحتى أقدر أمشي. القدم، فما بعرف القدم باطن رجلي من تحت دكتور. باطن يعني الرجل، أيوة. من الكعب، يعني كعب الرجل من تحت. الكعب بالذات ولا كل الكفة؟ لا أكثر شيء منطقة الكعب. صورتي؟ صورتي الكعب؟ لا. ما صورتي، بجوز عندك مسمار عظم. دكتور رجلي تنتين مش واحدة. ممكن في التنتين. طيب أجيبك الآن إن شاء الله، أعطيك نصيحة. من فضلك دكتور سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. دكتور، أثار الحب الشباب يعني بعمر متأخر، يعني مثلا بالثلاثين طلع هيك حب، مش حتى هو مش حب شباب، زي الحب اللي فيه أكياس مي، وبعديها صار في حفر وفي بعض المناطق فيها ندب عند أسفل الوجه، يعني عند الرقبة. نعم. وعلى رؤوس الخدود في حفر. فإلها علاج طبيعي أو إشي؟ لأني طيب. عملت جلسة ليزر دكتور وما استفدت. ليزر لم ينفع. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا دكتور، يعطيك أهلا وسهلا، الله يرضاك. مين؟ اسماعيل برضه، تفضل يا اسماعيل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. بارك الله فيك وفي شباب المحطة كلها ان شاء الله. الله يخليك يا رب. الله يسلمك دكتور. بدنا تعطينا يعني فكرة عن الأعشاء الزهور اللي عندنا في الأردن، هل تختلف عن زهور اليمن عن زهور مصر بالنسبة للعسل؟ وبعدين الآن في متوفر سم النحل بطريقة زي الصابونة، زي الكريم، كريم سم النحل. فيعني هاي الأمور، هاي يعني على لعل الله يشفينا ويشفي أمة طيب. محمد. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أشكرك يا دكتور. الله يرضى عليك، حياك الله. أهلين يا مرحبا. نعود إلى سؤال الأخ إسماعيل، الفرق بين لسعة النحل ولسعة الدبور؟ قلنا إنه لسعة النحل علاجية شفائية،
لسعة الدبور حقيقة ما عندنا معلومات في كيفية أو هل استخدم لسعة الدبور في العلاج وفي الشفاء، ما ذكرت. وربما في بعض الدراسات الآن تبين بعض فوائد لسعة الدبور ولسعة حتى العنكبوت، لكن غير شائعة، أشياء غير شائعة وربما تكون فيها خطورة. بينما لسعة النحل لا، فيها شفاء. كثير من الناس النحالين، يكفي النحالين، بيقول لك أنا ما لا أصاب بالروماتيزم، وأقل وأكثر الناس بالعكس، أقل الناس إصابة بالسرطان والروماتيزم النحالون، النحالون لأنهم بتعرضوا للسع النحل بين حين وآخر، ولو أصابهم وجع هو بيمسك النحلة بحطها على منطقة الألم بتلسعه بروح الوجع. فالنحالون أقل الناس عرضة لهذه الأمراض الخبيثة والصعبة وغيرها من الأمراض العصبية. فهذا دليل واضح على أنه سم النحل حقيقة فعال، وتم تناقل معلومات وفوائد اللسع النحل جيلا بعد جيل ومن حضارة إلى حضارة، فهذا شيء صار ثابت. والدراسات الحديثة الآن في مراكز ضخمة في رومانيا وفي شرق أوروبا وفي روسيا وفي أمريكا وفي ألمانيا وكل مكان، العلاج بلسع النحل، مستشفيات كاملة تعالج بسم النحل ومنتجات النحل. إحنا عندنا هذه الأمور في البلاد العربية، لا نجد هذا الأمر إلا بشكل قليل للأسف، للأسف، مع أنه إحنا أولى الأمم أنه نستخدم منتجات النحل في الشفاء، لأن الله جلت قدرته في كتابه الكريم اللي بنقرأه ليل نهار يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. معنا اتصال، تفضل. تفضل يا أخي محمد. ألو. نعم. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ أهلا ومرحبا. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله. كيف الحال؟ الله يرضى عليك ووفقك. السلام عليكم. تفضل سامعك. كل عام أنتم بخير. وأنتم بخير. بدي أسألك والله عن تضخم المرارة، تضخم البروستات. تضخم البروستات. نعم. طيب. استعملت له علاج؟ علاج يعني صرفت لي 22 مرة على الجهاز. بعد المرة 20 تعرفوا انه تضخم المرارة، تضخم البروستات. المرارة فيها حصيات؟ فيها تضخم 6 سنتي بقول طولها. ما هو لابد تضخمها، اما التهابات او محشر فيها يعني حصيات او اكد لي حصى، ما في اكد لي. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شو يعني بتستهب عملية ولا بضل فيها علاج؟ تستهدي عدة علاجات. طيب طيب وما استفدت والله، ألم شديد على اليمين وهم حرق النار. صح صح صحيح. طيب أعطيك نصيحة. معنا الأخ سالم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الضعف العام يا دكتور، ضعف عام وخمول ونوم، نوم متكرر. عملت تحليل غدة درقية؟ لا والله دكتور ما عملته. في زيادة في الوزن؟ الوزن ثابت. طيب طيب أعطيك إرشادات ونصائح إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. نعود إلى أم جعفر. أم جعفر تقول بأنه في وجع في كعب الرجل، غالبا اللي بكون مستريح نايم مستلقي ثم يقوم وبيضغط على بدعس على رجليه والكعب بيضرب عليه، واحد من اثنين، إما مسمار عظم في الكعب وهذا يتم تشخيصه عن طريق الأشعة، أشعة إكس راي بتبين أنه فيه زي المسمار العظم مبين واضح. الأمر الآخر هو التهاب الأنسجة، التهاب الأنسجة اللي في الكعب فاشيايتس، والتنين يعني علاجهم ممكن إن شاء الله. طبعا مسمار العظم قد يكون عنيد شوية لأنه تذويب التكلس الحاصل في المربط واللي صار شكله زي العظمة بأخذ وقت، ف ممكن لبخات الكبار تنفع، لبخات الكبار، لكن لابد من استخدام أعشاب تخصصية داخلية تفيد في تذويب المسمار أو تزيل الالتهاب، فيفضل المراجعة. أما بالنسبة لأثار حب الشباب والندب وغيرها والحفر، حقيقة الكريمات التي تحتوي على منتجات النحل وخاصة غذاء ملكات النحل حقيقة إنها مفيدة جدا للندب والآثار، فأنا أنصح أنك تشوفي المنتجات الطبيعية التي تحتوي على غذاء ملكات النحل وتستخدم، هذه تقوم بترميم الجلد اللي صار فيه ندب وحفر بإذن الله.
بالنسبة للأخ إسماعيل بيسأل عن الأزهار الموجودة في الأردن وهل تختلف بالنسبة للعسل عن دول أخرى. شوفوا إحنا الدول العربية في الغالب تتشابه الأزهار اللي فيها. يعني الأردن في حوالي 2500 نبات، في مصر أكثر شوي، في سوريا بجوز أكثر شوي، المغرب فيها 3500 إلى آخره. كثير من النباتات الموجودة في الأردن تجدها في ليبيا مثلا، لكن في بضل فروقات بسيطة بجوز لا تتعدى 5% إلى 10% من الفروقات. ليه؟ لأنه إحنا كنا نسموها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، فتتشابه نباتات كثيرة زي ما حكينا، إلا في بعض الفروق بين 5 إلى 10%. في اليمن قد نجد فروق أكثر، قد نجد فروق أكثر لأنه ليست حوض البحر الأبيض المتوسط، إنما هي على الخليج، البحر الأحمر وبحر العرب مثلا، فهذه ممكن تكون في نباتات أخرى غير موجودة عندنا. إجمالا في عندنا إحنا سدر في الأردن، في الأغوار في سدر كثير، فممكن إنتاج عسل السدر في الأردن ولكن مش بهذيك الكثافة طبعا. مثلا في تركيا علمت أنه في عندهم أشجار الكستنة، غابات من أشجار الكستنة، فعندهم عسل الكستنة، هذا مش موجود عندنا. وهكذا في بعض المناطق شاطرين بزرع مثلا حبة سودة وبحط المناحل في وسط هذه الحقول، بصير النحل يتغذى على أزهار الحبة السوداء فبطلع عندنا عسل الحبة السوداء. في شفتهم في سوريا كانوا يحطوا بالزمانات حقول من الشومر، حقول من اليانسون، حقول من الكراوية، ويغذوا النحل على هذه، هذا عسل يانسون وهذا شومر وهذا كراوية وهذا حنون وهذا كذا. سبحان الله العظيم، مناطق فيها النبات المرار، عسل المرار وهكذا. معنا اتصال، تفضل يا أبا أحمد. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أخي، جهودكم مباركة، أنتم القائمين على هذا البرنامج دكتور. الله يجزيك الخير. تفضل. دكتور في عندي أنا غازات باستمرار، يعني بتظلها باستمرار، يعني بطني باستمرار غازات قوية بشكل هيك، يعني مش عارف شو بدي أعمل، يعني غازات بطني كثير يعني مزعجة. طبعا. طيب عندك ضغط أو سكري؟ ما عندك ضغط ولا سكري؟ خلاص طيب راح، خلاص نجيبك إن شاء الله. باسل فاصل. طيب أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نكمل إن شاء الله الأسئلة وإجابتها بعد هذا الفاصل، فبقوا معنا. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أدقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Thank you.
بسم الله، حياكم الله مرة أخرى وأهلا بكم، ونكمل إجابة الأسئلة. أما بالنسبة لكريم سم النحل، صحيح كريمات سم النحل الآن موجودة في بعض البلاد، مش موجودة عندنا للأسف. هذه يمكن إضافة سم النحل إلى الكريمات ودهن المناطق المؤلمة، وخاصة للمناطق اللي فيها مشاكل عصبية، اللي عندهم أعصاب الطرفية في رجليهم خدران، تنميل، أوجاع، حقيقة إنه كريم سم النحل ممتاز لهم، وهذه تكثر عند مرضى السكري وغيرهم. فنحن نشجع وجود كريم سم النحل. بالنسبة للأخ محمد ملكاوي وتضخم البروستات، تضخم البروستات عادة بصير عند بعض الناس، خاصة كل ما كبر الرجل في السن، تقدم به السن والعمر، في احتمالية تضخم البروستات، وهذا يؤدي إلى إنه يصير إشكالات أعزكم الله في البول، بروح بدخل الحمام بضل فيه شيء من البول ما نزل، وبصير تدفق البول فيه ضعف، وأحيانا إذا صار التضخم كثير ممكن الإنسان ما يمسك نفسه إذا انحشر في البول، وطبعا هي شغلة مزعجة. شو نسوي؟ إذا كان تضخم بين خفيف إلى متوسط يمكن استخدام عدة نباتات، منها جذور القريص، ومنها زيت القرع أو بذر القرع الني، ما هو محمص، ني، وفي عشبة اسمها سوبالميتو، البلميط المنشاري، هذه بتيجي من أمريكا الجنوبية وأظن الآن موجودة على شكل كبسولات في بعض الصيدليات، البلميط المنشاري، أيضا حبوب اللقاح مفيدة. فهذه أربع أمور مفيدة. أما إذا كان التضخم كبير وأدى إلى مشاكل واضحة جدا وصار الإنسان بين حين وآخر بده قسطرة عشان يطلع أعزكم الله البول، فهذا لابد من الجراحة، الجراح نعم. أما تضخم المرارة فلها أسباب، إما بتكون فيها حصيات كثيرة عملت فيها تضخم، أو فيها مواد يعني شبه حصيات لكنها لزجة كثير وأثرت على المرارة وخلت وظيفة المرارة ضعيفة إلى آخره. حقيقة يعني تضخم المرارة إذا كان نتيجة حصيات فتنفع لها ينفع لها نبات الخرفيش والهندباء، وأيضا زيت الزيتون بينفع لها، زيت الزيتون نعم، صح أنه بيعمل تقلصات أولها لكن شوي شوي بيساعد في ذوبانها. أما إذا كانت الحصيات كبيرة وواضحة فلابد أيضا من الجراحة نعم. بالنسبة للأخ سالم، الضعف العام والخمول والنوم المتكرر إلى آخره، حقيقة الضعف العام والخمول والنوم المتكرر لها عدة أسباب محتملة، على رأسها خمول الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية. فأول شيء تعمله تحليل وظائف الغدة الدرقية، إذا ظهر إنها خاملة العلاج بالثيروكسين أو ببعض الأعشاب التي قد تنشط الغدة زي الأعشاب البحرية إن شاء الله تقوم بالمهمة. أما الاحتمالات الأخرى، احتمالات الأخرى هي نقص فيتامين دي، نقص فيتامين دي برضو بيعمل خمول، ونقص فيتامين بي 12 برضو بيعمل خمول، لكنه بي 12 أكثر بيعمل خدران ونسيان، ضعف ذاكرة. أما فيتامين دي ممكن يعمل هددان حيل بشكل كبير برضو، فلا بأس إذا ظهر أنه ما في مشكلة في الغدة الدرقية فلتعمل تحليل فيتامين دي. أخيرا النقطة الثالثة، في مرض يعني لو طلع فيتامين دي طبيعي والغدة طبيعية شو المشكلة؟ في مرض اسمه كرونيك فاتيج سيندروم، اللي هو متلازمة الإرهاق المزمن، إنسان مهدود على طول، هذه تشبه الأمراض المناعية. إذا هدلك طلعوا طبيعيات بتكون على الأرجح هذا المرض، وهذا المرض بده يعني خطة علاجية متكاملة وليست هكذا. بالنسبة لأبو أحمد، غازات البطن، غازات البطن كثير من الناس بيشكوا من غازات البطن في هذا الزمان، إما نتيجة إنه عندهم قولون عصبي، وإما بوكلوا بسرعة نتيجة كل الناس مستعجلة، فإثناء طعامه ما بيبلعه ما يزدرد ويمضغ جيدا فبيبلع هواء مع الأكل فبينتفخ البطن. وأذكر قصة، في شخص جاني مرة وفعلا بيشكو من غازات بطن من 5 سنوات، فسألته قلت له أنت بتأكل بسرعة؟ قال لي نعم بأكل بسرعة، أول واحد بيقوم عن المائدة. قلت له نعمل تجربة بدون أي دواء، أمضغ ببطء وابلع ببطء. معنا أبو قصي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور لو سمحت عندي سؤال بخصوص العلاج او ايش ممكن يفيدنا العسل النحل او سم النحل بالتصلب المتعدد. نعم طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا بارك الله فيك. الله معانا مها تفضل يا مها. مها يا مها الو مها مها يا مها الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. الو ايوه سامعك تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وبعدين يا مها لو سمحت دكتور بدي اسالك عن علاج الشقيقه. شقيقه طيب تسمع الجواب ان شاء الله. نعود الى غازات البطن فنقول وفي بعض الناس بياخذوا احنا كملنا القصة لا ما كملناها فقلت له امضغ الطعام ببطء وابلع وقم اخر واحد وفعلا طبق النصيحة وبعد اسبوع قال لي هذه اول مرة من 5 سنوات ما بشكي من نفخة البطن. هذه واحدة. تنين انتوا ظهر الميكروفونات عندكم بايظة وتخشخش كتير. طيب بالنسبة للأمر الآخر بالنسبة لأبو أحمد إنه تكون أنت ماخذ مضادات حيوية كثير سابقا والنورمال فلورا البكتيريا النافعة اللي في القولون اللي هي مسؤولة عن الهضم وإزالة الغازات و إلى آخره هذه أصيبت بنقص كبير. فإذا كان هذا الاحتمال وارد فعليك بتناول الفلورا الطبيعية الآن موجودة بكبسولات بالصيدليات أو فوار تسترجع الفلورا الطبيعية البكتيريا النافعة أو تتناول الألبان اللي فيها هذه البكتيريا النافعة فهذه بتريحك. والنقطة الأخيرة إنك تتناول الأعشاب اللي مزيلة للنفخة مثل الكراوية والكمون والكزبرة والنعنع والمليسة إلى آخره. أم مهند السلام عليكم. أم محمد تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. دكتور بدي أسأل بالله أنا بعاني من مرض يعني تقريبا إلى 11 سنة بس بروح وبيجي اللي هو هيربس. هيربس يعني حتى كانوا يعني الهيربس حمى تطلع التم وزي حضانة بعد 10 أيام بنتشر بالتم وعلى الجسم بتلاحظ. يعني كان بمراحل يعني كان يطلع لي بالحمل وايام صار يطلع بالرضاعة ويعني فيروس هم حكوا انه فيروس. اخذتي له علاجات؟ والله كتبوا لي اخر شيء الكورتيزون بس انا صار عندي يعني ترقق في العظام صرت يعني انا عمري 30 سنة. وصرت اخاف منه يعني صرت انا ما يعني امرض يطلع فيي اخر مرة نمت بمستشفى ويعني احتجت يعني 4 أيام وأنا ما في تغذية نهائيا حتى المي لا أستطيع أن أشربها يعني. الله يعافيك. صحيح مؤلم جدا. صحيح طيب يعني مش عارف يعني إن شاء الله يكون نعطيك نصيحة يعني إن شاء الله تفيدك جدا إن شاء الله. لا إن شاء الله نعطيك نصيحة مفيدة جدا جدا إن شاء الله. طيب دكتور أغلبك سؤال ثاني بس أسأل إنه زوجي يعاني بألم برقبته. ألم في الرقبة؟ ألم في الرقبة حتى هو لما يعني هو بسوق يعني سيارة بمسافات طويلة شيء زي هيك فبرفع له الضغط الألم برفع له الضغط يعني صار يقول بدك مرخيات وبدك أكثر إيش. كم عمره؟ 40 سنة. عمل صورة للرقبة؟ عمل والله صورة بس حكوا كأنه إنه عندك أنت كثير يعني مشدودة العضلة مشدودة وبدها بس مرخيات يعني ما بعرف. طيب طيب أعطيه نصيحة إن شاء الله. أهلا وسهلا. بالنسبة للسؤال ميساء معانا ميساء تفضلي يا ميساء. ميساء تفضلي يا ميساء. ما في السلام ميساء. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين ما قلنا لك عليكم السلام. ألو أيوة سامعك تفضلي. دكتور معلش بدي أسألك. تفضلي. أنت لأنك بتسمعيني من التلفزيون فبتتأخر السؤال. شخصوا لي قبل فترة بالفايبروميالجيا. فايبروميالجيا. عملت فحوصات كاملة روماتيزم روماتايد مجموعة فحوصات كاملة. أيوة أيوة. بعدين أخذت علاج. يظهر انك بسمعيني عن طريق التلفزيون وهذا خطأ. وانا هسه
يعني ما فيش اخر شيء شخصوا لي حكوا لي انه ما في علاج لي، فمش عارف شو اعمل يعني عشان يخف الوجع، يعني المسكنات اقوى مسكنات ما نفعت معي ابدا. طيب تسمعي الجواب ان شاء الله. ابشري ابشري. تنبيه للمشاهدين الكرام، يا جماعة حاولوا لما تسألوا السؤال وطوا صوت التلفزيون على الآخر، حطوه صامت ميوت، بعدين اسمعوني من التلفون، لأنه إذا بتسمعوا من التلفزيون تأخذ وقت طويل الحكاية. لاحظوا كيف الأخت ميساء 4 مرات وهي تقول السلام عليكم، فانتبهوا لهذه بارك الله فيكم. خلوه تطوروا شوي يا جماعة، استخدموا التقنيات بصورة متطورة الله يحفظكم. بالنسبة لسؤال أبو قصي، ما دور الام اس في استخدام في علاج، ما دور لسع النحل في علاج الام اس؟ صحيح حقيقة في دراسات واسعة النطاق في علاج الام اس بلسع النحل، وفي طبيبة أمريكية ألفت كتابا بعنوان ريفيرسينج ام اس، يعني عكست كل الام اس، لأنه كان عندها ام اس تصلب اللويحي وعالجته بلسع النحل فقط لا غير، وطابت شفيت تماما بفضل الله. لكن طبعا مش كل الحالات ممكن تستجيب نفس الفائدة. إجمالا مرضى الام اس بيستفيدوا من لسع النحل استفادة بينة، فإن أضفنا إلى لسع النحل علاجات أخرى لها دور في تجديد الخلايا العصبية بصير النتيجة أفضل. وهناك كثير حقيقة من المنتجات الطبيعية اللي لها دور في علاج الام اس جنبا الى جنب مع لسع النحل، مثل غذاء الملكات، الاشواغندا، المورينجا، الليسيثين، جينكا، وهكذا في اشياء كثيرة ولله الحمد. بالنسبة لسؤال مها والشقيقة، الشقيقة طبعا يعني صداع نصفي مزعج مؤلم، ممكن صاحبه غثيان وقيء إلى آخره، وبيخلي الإنسان كرهان نفسه وكرهان العيشة كلها. بتذكر مرة قاضي زارني وعنده شقيقة، قال لي والله يا دكتور لما تجيني موجة الشقيقة إني بتمنى الموت الموت، تصوروا. فالله يعافي الجميع ويجعله طهورا وأجرا. الشقيقة بيصلح لها الحجامة وبتصلح لها تركيبات خاصة عشبية حقيقة فعالة جدا جدا. فاعملي شقيقة أول، إذا اعملي عفوا حجامة، إن نجحت وزالت عنك الشقيقة فبها ونعمت، وإلا مر عندنا بنعطيك أشياء مخصوصة. أم محمد والموضوع الهربس، صحيح يعني فيروسات الهربس اللي ممكن تهاجم الفم بشكل يعني فظيع ومؤلم جدا على اللسان وجدار المبطن للفم واللثة إلى آخره، تجعل حياة الإنسان صعبة جدا، حتى الأكل والشرب بصير مؤلم جدا جدا، وقد يظهر الهربس أيضا على الجلد. حقيقة أفضل الطرق للهربس هو تقوية مناعة الجسم عن طريق العسل، الحب السوداء، وصمغ النحل اللي هو البروبوليس اللي حكينا عنه في الحلقة الماضية. هذول لو استخدموا فترة طويلة أرجو أنه ما تشوف الهربس مرة أخرى بإذن الله تعالى. بس أما بالنسبة لألم الرقبة عند زوجك، الشد العضلي برضو، الشد العضلي حجامة الرقبة اللي هي الأخدعين بنسميها رائعة للشد العضلي، مفيدة كتير. ونحن نتحرز من لسع النحل في منطقة الرقبة والوجه والرأس، لأنه هي مناطق حساسة وبخاف الواحد منها، ولو أنه لسع النحل ممتاز للشد العضلي كما ذكرت في بداية الحلقة. أما الحجامة بتكون أسلم وأكثر أمانا إن شاء الله. أما بالنسبة للأخت ميساء، شخصت فيبروميالجيا. الفيبروميالجيا مرض مناعي قريب من الروماتيزم وأمثاله، وفعلا في الطب الحديث يعني بصير بدهم يعطوا كورتيزون، بدهم يعطوا مسكنات، بدهم يعطوا، وكل هاي الأمور مؤقتة وإلها مضاعفات ولا تؤدي إلى نتيجة شفائية. حقيقة في دراسات كثيرة في عالم الطبيعة عن الفيبروميالجيا، من أهمها مغلي ورق الزيتون أو كبسولات ورق الزيتون. الآن في كبسولات ورق الزيتون موجودة في الأسواق، وجد أنه في ورق الزيتون في مواد تعالج الفيبروميالجيا بفضل الله، فأنصحك بها، أو إذا بتحبي بتراجعينا ونشوفك ونمشي معك في خطة متكاملة إن شاء الله.
طيب بدي استغل ما بقي من دقائق، والله لو توقفوا الاتصالات عشان اقدر اكمل الموضوع. تفضل يا اخ عيد. السلام أحمد. عليكم. تفضل يا احمد. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا باخذ رسبال دواء نفسي. ايوه رسبال. ايوه. وما بعرف ومتعبني، بسبب لي تعب عام ونسيان وزياده في الوزن. صحيح. سؤالك هل في بدائل طبيعيه؟ بدائل طبيعيه. طيب اعطيك الجواب ان شاء الله. معانا الأخت إسراء. تفضلي. تفضلي يا إسراء. إسراء. إسراء معنا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. تفضلي اسألي. ألو. أيوة اسمعيني عن طريق الهاتف وليس التلفزيون. ألو. سامعك يا بنت. تفضلي. الظاهر التقنيات صعبة على الناس. أيوة يا إسراء سامعك. خلاص كل عام دكتور. الله يعافيك. يلا اسألي بسرعة. ما فيش فايدة. دكتور بدي أسأل عن سرطان البنكرياس، إذا في له علاج بالأعشاب أو أي طريقة غير الكيماوي، وفي سمعت عن نبات العليق إذا ممكن نستخدمه. طيب اسمع الجواب. الله يعافيك. الآن بالنسبة لسؤال عبير، عفوا سؤال الأخ أحمد، شو بدائل الأدوية النفسية؟ الحقيقة في بدائل، رب العالمين جلت قدرته خلق نباتات إلها علاقة بتهدئة النفس، إزالة الكآبة، إزالة التوتر، إزالة الوساوس، أشياء كثيرة. وعلى رأس هذه النباتات عشبة الشعير الخضراء. عشبة الشعير الخضراء هذه واحدة. اثنين، في عندنا نباتات مثل زهرة الساعة أو وردة الساعة، باشن فلاور، معروفة هذه بإعطاء شعور بالسعادة والاستقرار وإزالة التوتر وإبعاد الاضطرابات النفسية. عندنا أيضا المليسة. المليسة طبعا نوعين، المهم التنتين بنفعوا. المليسة، الورد الطبي طبعا، مش أي ورد مزروع، لا مش الورد المزروع، هذا ورد طبي صغير بكون له رائحة قوية ونفاذة، المواد اللي فيه رائعة. وهناك يعني هذه عالم، فطبعا مش معقول تعالج نفسك انت بهذه الطريقة، بدك مراجعة. خلينا نشوفك اذا رغبت، واهلا وسهلا. بالنسبة لسرطان البنكرياس والنبات العليق، طبعا سرطان البنكرياس من السرطانات العنيدة والشرسة، الله يعافي المرضى كلهم. في طلع على اليوتيوب مقابلة مع مريض في الضفة الغربية انه استخدم نبات العلندة، وناس قالوا القضاب، وناس قالوا البطباط، وناس سموا العلندة او القضاب العليق. يا جماعة في فروق هائلة بالنباتات. اولا الارجح انه استخدم نبات القضاب، وهو شبيه البطباط وشبيه العلندة، عصا الراعي بسموها. هذه الحالة لا يستدل بها ولا يعتد بها، حالة واحدة ما نستطيع أن نعتمدها يا إخواننا إنها تعالج السرطان. هذه ربنا شاء له أن يشفع على هذه العشبة، لكن إحنا ما نستطيع أن نعتمدها. افترضوا أنه نسبة النجاح في العشبة هي من كل 20 شخص واحد، يعني نسبة 5%، وطلع هو 5%. طب والتسعتاعش؟ جاني ناس استخدموها وفشلت معهم. لا نستطيع علاج مرض خبيث بعشبة واحدة، لا يمكن. هذا في قانون في طب الأعشاب، إذا كان المرض خفيف نستطيع علاجه بعشبة واحدة. واحد بكح على الخفيف أعطيه زعتر بابونج، واحد معدته شوي فيها حرقة أعطيه شوية ماء إكليل الجبل مثلا، أو شوية عرق السوس، واحد عنده مغص أعطيه مرمية. لكن واحد مغصه نتيجة قولون عصبي، المرمية بتنفع؟ ما بتنفع. واحد الكحة تبعته ربو، هل ينفع الزعتر؟ لا ينفع، لأنه أصبح مرضا مركبا مش مرض عارض. فالأمراض المركبة العنيدة الصعبة اللي إلها علاقة بالجهاز المناعي والخلايا المتحولة والخبيثة ما بتنفع عشبة واحدة، كلام فاضي. وهذه لا يعتد بها كما قلت لكم، شاء الله له لهذا الرجل أن يشفى ولله الحمد، لكن لا يعتد بها. وبعدين دخلوا الناس في متاهات. العلندة أصلا، نبات العلندة
للي عنده ضغط بيرتفع ضغطه فوق وممكن يسوي له نزيف في المخ، او اللي عنده مشكله في دقات القلب ممكن يروح فيها، لانه باتل عنده في ماده الافدرا وتشبه الادرينالين ترفع الضغط وبتزيد دقات القلب، فلا ينبغي التخبيص في هذه القضايا. اما توت العليق او نبات العليق ما لهش علاقه في الموضوع نهائيا، واذا ناس سموا القضاب عليق فهذا خطاهم، لان نبات توت العليق معروف نبات بيختلف تماما عن القضاب والبطباط والعلنده، فهذا اختلاف كبير، فانتبهوا. الله يبارك فيكم. اذا الواحد اخذ القضاب ضمن منظومه علاجيه اخرى زياده في الخير لا باس، لا باس ما في مانع، اما يعتمد عليه لوحده خطا كبير وظلم للمريض، والمريض بروح فيها. فمنظومه علاج السرطان منظومه كبيره، وفي اعشاب ونباتات ربنا خلقها، مضادات الاكسده، مقويات المناعه، مضادات السرطان، عالم عالم، هذا تخصص كبير. احنا من للاسف لسه لازلنا مع انه شعوب صار في علم عند الناس الى اخره، لكن الناس مرات بتعلقوا في شغله بسيطه وبيفكروها كل شيء. لا يا جماعه، اعطوا الخبز للخباز كما يقول المثل، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه منظومه كبيره وما هي سهله. الادويه الكيماويه وكل هالمستشفيات الضخمه تعجز عن علاج مرض وبدكم تعالجوه بعشبه واحده، ما بصير هذا الكلام. لا، لابد من منظومه برضه عشبيه نباتيه غذائيه، وحتى ماء زمزم وحليب الابل، كل هذه الامور كلها بتفيد ان شاء الله، بس ضمن اشراف طبي واضح قدير، مش تخبيص، كل واحد على كيفه، فانتبهوا. بارك الله فيكم. اقول بقي معي كم دقيقه، الدقائق الباقيه نقول عن لسع النحل، انه لسع النحل ينفع لعده امراض، منها تمزق الاربطه والعضلات كما ذكرت، مرض الام اس التصلب اللويحي، الامراض الروماتيزميه المناعيه، ومنها مرض بهجت، ومنها مرض الحمى الذؤابيه والروماتويد، منها ايضا سرطان الجلد، منها الالتهاب الفيروسي الكبدي لانه بخدع الفيروس، ومنها تقويه الذاكره، ومنها تنشيط الجسم، ومنها الامراض العصبيه الطرفيه اللي بيشكي من تنميل وخدران في مناطق معينه، او خدران او العصب تعبان في جهه معينه، ممكن هذا كله يصلح ان شاء الله تعالى. وممكن يكون ازاله لاوجاع محدده نتيجه اي سبب، رضه قديمه، تمزق مربط كما ذكرنا الى اخره، بيصلح. وبكون ايضا علاج مساند للعلاجات الاخرى، فبصير كله خير على خير، مع الانتباه لموضوع التحسس. لابد من اعطاء جرعه تحسس في البدايه، نعرف انه هذا الانسان ما عنده حساسيه للسع النحل، بعدين بتبدا خطه اللسع بالتدريج، لانه اولها باخذ لسعه، ثم باخذ تنتين، وبعد بضعه ايام يومين ثلاثه باخذ ثلاثه اربعه خمسه، ممكن نصل في عدد لسعات النحل الى 10 في الجلسه، او 15 احيانا، او 20. لاحظوا بحسب استجابه المريض وقدرته على التحمل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي المرضى جميعا، وان لا يحوجنا الا لوجهه الكريم، وان يجعل امراضنا طهورا واجرا ان شاء الله. ونراكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.